باجي اتكلم على زوج وزوجه، احنا قلنا فاكرين الحلقه اللي قلنا فيها 6 حاجات لتعب في زوجتك عقليا ونفسيا وروحيا، وقلنا 6 حاجات اساسيات، في حاجه 7 بقى هنضيفها النهارده. الحاجه 7 وقلنا دي لغه من لغات الحب برضو، التفاهم والتواصل والحب والهديه، في حاجه تحفه جدا جدا اسمها الكواليتي تايم. دايما 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 بنتكلم على الكواليتي تايم كنوع من انواع التفاهم، نوع من انواع الحوار، نوع من انواع، مع ان ما يبقاش في حوار، احنا قاعدين بنشرب القهوه مع بعض، تمام، اعمل لك الشاي، احط لك السكر، ممنوع ان احنا نتكلم على مشكله. بيبقى وقت شرب الشاي او القهوه ده بعد الغداء، بعد اي وقت بيبقى ثابت ومحدد، عادة من 12 ل 20 دقيقة. بعمل في الوقت دوت نوع من أنواع، أن أنا بتكلم عن المريخ والله، بتكلم عن القمر والأوزون، لكن ما بتكلمش عن مشكلة خاصة بي أنا وزوجي أبدا. شايفة وشه وهو بيضحك، الله ده زوجي أيام الخطوبة ما شاء الله اللي مسبسب شعره ما شاء الله عليه، وهو شايف الله مهش النكدية مش المقشرة مش اللي عاملة لي الموضوع اللي كل يوم بتعمل لي المشكلة في نفس الوقت. النقطة دي مهمة، الكواليتي تايم ده نقطة مهمة جدا جدا، اسمه وقت الجودة. بختار ركنة حلوة في البيت أو منظر حلو، بيتي عندك شباك بيطل على شجر على بحيرة، أي ما فيش يا أختي، اعملي الزينة والفروع في قلب البيت وحلو، والمسك والبخور وريحة حلوة والمكان نظيف، قاعدين يا حبيبي نشرب القهوة أو عاملة تطلي مثلا أو حلويات، عندك فاكهة، عاملة كيكة بسطة، أي حاجة أنت عاملاها بتحطيها وكده، او الكريوم المكسرات اي حاجه، الفاكهه، الشاي، الاسبريسو، القهوه، اي حاجه، وبنقعد نشرب، احط لك سكر، يجي يتكلم انت رايقه، افتح، اوعي اوعي تنجري للخطا ده ويجرك لامر من الامور، مثلا زي مثلا جزئيه المشكله، لا ما لا والله يا زوجي انا ما مش هناقش، خلينا قاعدين هاديين، انا ابص لك وانت تبص لي، المستهدف المردود النفسي في اللاواعي صورة زوجك الذهنية الحلوة أيام ما كنت بتحبي، هو كمان نفسك، مش النكدية اللي عاملة كل يوم عاملة لي مشكلة، لا.